اولا اذا ثلاثه ديال المواقف الاضطراريه او ثلاثه ديال المشاكل التي تواجه الانسان وطريقه الاجابه عنها هي التي تحدد معنى الحياه لدى كل واحد منا. اذا فالاول علينا ان نجد وظيفه في ظل ما محدوديه الكوكب الذي نتواجد فيه. اذا لا بد للانسان ان يجد وظيفه يعيش منها لأن الموارد الموجودة في هذا الكوكب محدودة، وبالتالي على الإنسان أن يجتهد وأن يكد وأن ينجز وأن يبحث عن وظيفة لكي يستمر في الحياة. ثانيا علينا أن نجد لنا موقعا تحت الشمس، تحت شمس العلاقات، تحت شمس التعاون بين الأفراد. نحن لا نعيش منعزلين عن الآخرين، كل واحد منا لا يمكن أن يعيش منعزلا عن الآخر، لذلك فلا بد أن نتعاون مع باقي أفراد الجماعة. ثم يجب علينا أن يتسع صدرنا لوجود نوعين من البشر، الجسد الأنثى والذكر، وأن استمراريتنا وأن استمرارنا عفوا يعتمد على العلاقة بين هذين النوعين. إذن فكل مشاكل البشر يمكن تصنيفها ضمن هذه المستويات الثلاث حسب ألفريد إيتلر: مشكلة وظيفية هي مشكلة العمل، ومشكلة اجتماعية العلاقات مع الآخرين، ومشكلة جنسية تتعلق بالعاطفة وبالعلاقة الجنسية مع الآخر. إذن ردود فعل الناس تجاه هذه المشكلات الثلاث يعكس طبيعة فهم الإنسان للحياة. كيف نتصرف مع هذه المشكلات الثلاث هو الذي يحدد معنى الحياة لكل واحد منا. إذن فمعنى الحياة كتعريف أولي هو طريقة مواجهتنا لهذه المشكلات الثلاث: العمل يعني الوظيفة، والعلاقات مع الآخرين، والعلاقات الجنسية. إذن كمثال نعطيه مثال الذي أعطاه ألفريد إيدلر: شخص محروم من شريكة في حياته، يعني واحد الإنسان اللي ما عندوش شريكة في الحياة، محروم من الزوجة، من شريكة الحياة، وفشل في الحصول على وظيفة، على مصدر العيش، وعلاقته مع الآخرين مضطربة، ليس لديه أصدقاء، ولا يحب أصلا أن يختلط مع الآخرين. كيف ستكون النتيجة؟ هذا الشخص سيضع لنفسه العديد من العراقل والفشل، والذي يقوده إلى نسج تعريف لمعنى الحياة خاطئ، لأن حياته ستكون مليئة بالمخاطر، وبالتالي سيكون المعنى الذي ينسجه للحياة سيكون معنى خاطئا. إذن قلة عدد الأفعال التي قام بها استجابة لهذه المشكلات التي واجهته ستجعله يقول: إن معنى الحياة بالنسبة إلي هو أن أحمي نفسي من الأذى الذي يمكن أن يلحق بي، وأن علي أن أختبئ وأحصن نفسي ضد الأذى الذي سوف يصيبني إذا تعاملت أو تعاونت مع الآخرين. إذن طريقة الاستجابة لهذا الفرد تجاه هذه المشكلة الثلاث سيقلب حياته رأسا على عقب، وسيؤثر في تحديده لمعنى الحياة، لأن الإنسان سوى الإنسان الذي لحياته معنى، تصرفه له معنى، سلوكه له معنى، وله هدف وله غاية. المثال الثاني: شخص العكس، يتمتع بعلاقة حميمية مع زوجته بشكل صحي، يسود تعاون بينهما، له وظيفة جيدة، يتمتع بوجود علاقات موسعة وأصدقاء كثر. كيف ستكون حياة هذا الإنسان؟ سينسج معنى حقيقيا لحياته، سيرى الحياة أنها مهمة، وشجاعة هذا الشخص ستمثل في عدد الأفعال وتصرفاته التي استجابت لهذه المشكلات الثلاث لمواجهتها. يقول: إن معنى الحياة بالنسبة إلي هو أن أستمر في شغفي واهتمامي بالناس ومصالحهم.